اول طبق النهارده هيبقى سمك فيليه بصوص الزبده والليمون. نقول على المكونات: قطعه سمك فيليه، ثوم مفروم، مستردة، كريمه لباني، بقدونس وليمون، زبده، بصل وليمون معصور. احسن طريقه نعملها علشان ما نسيبش حاجات كتيره متوسخه في المطبخ، يعني هنعمل كل حاجه في طاسه واحده. هبتدي الاول اسخن طاسه وهسوي السمكه وقطعه الفيليه هسويها علشان ما تلزقش في الطاسه، يا نزود شويه يا نبتدي بالسمك والزيت وهما باردين، ما نحطهاش في زيت سخن قوي. هتبتدي واحده واحده تستوي، نجيبها كده نبتدي بالناحيه دي، نحاول دايما نبتدي بالحته اللي فيها ناحيه الجلده، نغطيها ونسيبها براحتها خالص وما نعليش عليها النار. انا كنت بس معلي النار علشان الجو المفتوح بيبقى محتاج ان انا بيحتاج ان انا اسخن شويه الحاجه قبل ما ابتدي اشتغل علشان تكون اتظبطت. دلوقتي عندي الديجون دي، بعد ما السمكه هتطلع هحط عليها شويه كده بالفرشه او بالمعلقه. ديجون ماسترد يعني ايه؟ هي من بلد فرنسا اسمها ديجون، هم اول ناس ابتدوا يعملوها. هي طعمها لاذع شويه، او يعني لاسع شويه عن المستردة العاديه. التوم مفروم جاهز، هنحتاج بس نقطع البصل صغير وكمان واحده كده، ولو قدرنا كمان واحده كده. انا مش هاخد الكميه دي كلها لان انا بعمل دايما طبق واحد او بعمل قطعه واحده، واللي عاوز يزود بعد كده يزود. اول لما تبتدي تعمل دوشه كده يبقى كده النار زياده، نبعدها عن النار علشان تهدى اول حاجه، عشان ما نتلسعش، عشان ما نوسخش البوتاجاز، وعلشان السمك كمان ما تلسعش. نرجعها تاني ونقلبها. طبعا هي اتفصلت لان دي قطعه واحده، انا هسيب بقى الناحيه التانيه تقرمش، دي هقلبها في الطبق ما تبقاش باينه. كله في طاسه واحده، نحاول دايما لو نقدر نطبخ في طاسه واحده يبقى احسن كتير، علشان كده اعتقد اللي بيطبخ هو اللي بينظف، فمش عايزين نتعب نفسنا. الثوم طبعا مش هياخد سوى خالص، هوطي النار سنه علشان تاخد وقتها في السوى. هحطيها كمان سنه واغطي عليها، هبعد بقى عن عن النار السخنه لان ابتدى البصل ابتدى ياخد سنه زياده، فنلحق قبل ما يحصل انه يحصل له حاجه. بس كده جميل قوي. نرجع هنا بقى، طبعا السمك اللي لازق ده النكهه اللي هتبقى باينه قوي في الصوص. نبتدي بقى بالثوم، هنقول معلقه صغيره، وعلى ما الثوم يتشوح ممكن لو في دول موجودين في البيت تمام، لو مش موجودين بمعلقه عاديه خالص. هنعمل كده ناحيه واحده بس، خلي بال حضراتكم السمكه دي هترجع للصوص تاني، هي كده مش مخلصتش، هترجع بعد ما نعمل الصوص الزبده والليمون هنرجعها تاني. ريحه البصل مع الثوم مع نكهه السمك طالعه حاجه لذيذ قوي، شويه ملح كمان صغيرين، الليمون عصير هنا بس انا كنت جايبها عشان تبقى باينه قدام حضراتكم. هيعمل ايه بقى الليمون ده؟ الليمون ده هيساعدني ان انا اطلع اللي باقي لازق في الطاسه عشان ابقى خدت النكهه كلها. اوطي بقى خالص الكريمه اللباني او كريمه الطهي، الزبده بقى يعني زي ما حضراتكم تحبوا. هدوق بعد كده لان عندي احساس ان الليمون ده مش كفايه، فممكن ازود ليمون. فاضل لنا البقدونس، نرجع السمكه تاني. لو مش عايزين يبقى الطعم ان هو يبقى لازع او في طعم الديجون ماسترد، ممكن نستغنى عن الجزء بتاع الديجون ده خالص ونكملها كده زي ما هي. هي طبعا فصلت مني بس مفيش مشكله خالص. بقدونس تمام، يعني هحتاج اقلب السمكة دي مرة كمان أخيرة. ليه بقى؟ هي خلاص على سوا، لكن أنا محتاج أقلبها علشان محتاج إن اللي أنا المستردة اللي دهنتها دي تنزل جوه الصوص وتتقلب دقيقة وبعدين يبقى خلاص.
يعني ما اعتقدش ان احنا هنبقى محتاجين ليمون اكتر من كده، بس برضو عشان نزين الطبق لان هيبقى لونه ابيض قوي كده. انا ما حطيتش فيه فلفل اسود خالص ومش هحط فلفل اسود، بس هدوق المزازه بقت ايه بتاعت ال تمام قوي. بس هي بقى شكلها احسن بكتير. وبعدين معلقة بالراحة كده، يعني اخلي يبقى السمكة عايمة في الصوص بقى.